والعيد هو اسم لما يعود ويتكرر على وجه معتاد، سواء كان يتكرر في أسبوع أو في شهر. والعيد تأتي ألفاظه ويراد منها أمور، إما أن يراد المكان، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا، وإما أن يطلق ويراد به الزمن، ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة عيدا. وقد يراد من إطلاق العيد العمل ليس المكان والزمان، لقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يطلق ويراد به الزمان والعمل معا، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكما بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر وعيد الأضحى زمن، وفي هذا الزمن تقع أعمال وعبادات لله عز وجل، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.